نذهب لنستعرض وإياكم عن قرب بهذا الوصف الذي علق عليه الأستاذ الإعلامي والمحاضر في جامعة النجاح الأستاذ أيمن المصري مباشرة عبر الخط الهاتفي. صباح الخير والرحمة، كل الرحمة لشهدائنا الأبرار أستاذ أيمن. نعم صباح الخير رحمة الله عليهم. يعني بداية أنت ذكرت وأنت ابن الضفة ونحن جميعنا أبناء الوطن في فلسطين، لكن في ظل الحرب القائمة على قطاع غزة ربما يحاول الاحتلال، وهو مش ربما هو أكيد يحاول الاحتلال، استغلال الأحداث الدائرة فعليا والحرب والعدوان الذي يشن على قطاع غزة، وبأن يبطش وينكل ويتوحش أكثر وأكثر ويكون أكثر شراسة بانتهاكاته ضد الضفة، مستغلا ربما تسليط الأضواء والإعلام على قطاع غزة، وبالتالي أنت بالفعل أجملت ما يحدث في الضفة. نحن نعاني في الضفة، حدثنا أكثر عن هذا الوصف الذي وصفته. نعم، يعني أول شيء إحنا أولاد الضفة، كلنا شاعرين أو كلنا عمالنا منعيش حالة الحصار غير المسبوقة، يعني كافة المناطق لا استثني أحدا، يعني من أصغر قرية لأصغر خربة لأكبر مدينة يعني اللي عماله بيصير بالضفة إشي غير عادي. يعني خلينا نخصص بشكل خاص حتى بآخر لحظة آخر فترة، يعني يبدو أن هناك هجوما على قضية اللاجئين حقيقة، يعني من قضية اللجوء. يعني إحنا لما نسمع مخيم نور شمس دخل على مخيم نور شمس وبجرافات وبالديناين وخربوا ودمروا وحطموا، ودخلوا على مخيم طول كرم والحال ذاته، ودخلوا على مخيم جنين والحال ذاته، ودخلوا على مخيم عسكر والحال ذاته، ودخلوا على الجلزون، ودخلوا على هم بيدخلوا على كل المناطق. ولكن أنا صرت أستشعر وكأنه هناك سياسة لإنهاء قضية اللجوء. وعلى فكرة الحال نفسه كمان في غزة، عندما نقول دمروا مخيم الشاطئ، طيب ماشي، ودمروا مخيم جباليا له أكبر مخيمات اللاجئين في العالم كلها قاطبة، ودمروا مخيم المغازي، ودمروا مخيم البريج، تشعر وكأنه هناك في سياسة يعني ما بين السطور وكأنه لإنهاء قضية اللاجئين. عودة مرة أخرى للضفة الغربية، يعني إحنا حالنا بالضفة الغربية حقيقة بالويل، حقيقة بالويل، هيك يعني بالويل، بمعنى إنه إحنا لا يعني في الوقت الحالي يعني بلا حراك، يعني حتى الحراك يعني الآن فأصبح الآن يعني وضع صعب. أنا بعرف أنا مثلا ابن الضفة، يعني أنا أوكي الحاجز بعيد عني 10 كيلومتر، ولكن أنا لا أستطيع أن أخرج من نابلس. صحيح، يعني الآن العمال بخرج من مدينته إنسان مغامر، يعني البس المضطر اضطرار شديد هو الذي الآن يغادر الآن منطقته، حصار مطبق، حصار مطبق على كافة المناطق، يعني بجد حالنا حال صعب كثير. يعني نحن نعاني أيضا حرب، هي لكنها حرب من نوع آخر، حرب القتل البطيء. يعني في غزة يتم القصف الجوي البري البحري بمختلف أشكاله بشكل يعني تقصف سريع ويقتلون سريعا ويبطشون بشكل الموت السريع كما نقول، لكن هنا في الضفة نحن نقتل ولكن بشكل بطيء، يعني وكأنه بدنا نعذبكم قبل ما نموتكم. مش بس هيك، وكمان احنا الان شغالين فينا على نظام الجيتو. احنا الان عمالنا بنعيش بنظام الجيتو اللي صح. بلش تطبيقه، يعني ايش الجيتو للي بيسمعونا؟ الجيتو انك انت عماك بتحط الناس بمعازل بسجون وبتسكر عليها بالليل، زي ما كان يعيشوا اليهود في اوروبا بالقرن 18 والـ19. ما هو الجيتو الان كان لليهود، الان الجيتو ضحايا الجيتو عمالهم الان بيشتغلوا نفس السياسه على ضحاياهم هم اللي هم احنا الفلسطينيين. يعني هذا الآن اللي عماله بيصير، يعني هذه قضية من القضايا، قضية الإغلاقات، قضية التسكير، قضية التوحش بالاعتقالات، عمالهم بيدخلوا، عمالهم بيدمروا وبيصوروا إنهم هم دمروا، هم عمالهم بركعوا بسجن ب7000 أسير وعمالهم بيصوروا حالهم وهم عمالهم بيعذبوا بالأسرة، خلي العالم تشوف. نعم.
يعني هم معنيين يظهروا هاي الصورة للعالم. إن شاء الله هي يعني إن شاء الله هي جاجة حفرت على راسها عفرت، ولكن هم معنيين بهاي السياسة. يعني أنا لا أستبعد إنه هذا الآن هي سياسة تخويف، سياسة بث الرعب، سياسة يعني تخلي الناس تفكر 20 مرة. في كثير ناس بتخاف، في كثير أو في ناس مش كثير، في كثير ناس بتخاف، وممكن هذا الكلام يدفعها بلحظة من اللحظات لمغادرة القرى الصغيرة، خاصة هاي القرى، هاي الأرياف الصغيرة اللي هي يعني عمليات تهجير بشكل مباشر وتشريد لأبناء الشعب الفلسطيني، عدا عن الظروف الاقتصادية كذلك الصعبة. شهيد، احنا بنتحدث الآن عمالنا عن 155 شهيد يعني منذ 7 أكتوبر. ممكن الآن لا يقارن بغزة، غزة إبادة حقيقة، غزة إبادة سريعة، ولكن إحنا ما يحصل عندنا الآن هي إبادة ولكنها بطيئة عن راية هيك، يعني عن راية. أنا برأيي هناك في هدف آخر حقيقة أخو وفاء. الهدف الآخر هو أنهم بدهم يظهروا لنا، يظهروا لنا أنهم هم مستعدين وهم جاهزين وهم 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 وهم. أنا مقتنع أنهم هم مستنزفين، هم مستنزفين بشريا، ولكن هم بيحاولوا بهاي الفترة انه يفرجيك اي نعم احنا الان نضرب بغزة وبشمال غزة وشمال شرق غزة وشمال غرب غزة وبوسط غزة، وجاهزين على الحدود اللبنانية، وجاهزين على الحدود السورية، وجاهزين على الحدود المصرية، وكمان يا اهل الضفة الغربية احنا كمان جاهزين لكم. هي ربما كما ذكرت يعني هي الان عبارة عن عملية تخويف، ولكن انا مقتنع انهم هم مستنزفين، هم انا مقتنع تماما انهم يعيشوا حالة استنزاف كامل. ومبارح تم التصريح انه بالامكان ايضا انه الطيران الجوي او القدرة الجوية لديهم قادرة على القصف في الشرق الأوسط، يعني في أي منطقة في الشرق الأوسط. يعني هم خلص وصلوا لمرحلة إنه أوكي إحنا الآن مطقعين لكل الدنيا ومش شايفين حدا بالعالم وإحنا فوق القانون، وهذا الكلام سبحان الله الآن بلش العالم الآن يستشعره، بلش الآن يستشعر إنهم الآن هم الآن يعني إيش يعني فوق القانون. يعني حتى أشد الأصدقاء لهم، أشد الصحف أن كمتابع للإعلام، أكثر الصحافة الغربية اللي هي معروف عنها أنها صهيونية ناطقة بالفرنسية، صهيونية ناطقة بالإنجليزية، صهيونية ناطقة بالألمانية، بلشت حتى هاي الصحافة الصهيونية المؤيدة بشكل كامل لإسرائيل بدأت حتى الآن بالتململ. إحنا لوين رايحين؟ يعني الصبحية كنت أقرأ في مقال مترجم عن الليبراسيو يعني عن الليبراسيو الفرنسية بيتكلم عمله عن الانتقام الأسود. يعني أنت شو عمالك بتعمل؟ أوكي أنت خسرت 1500 إنسان، ولكن أنت عمالك يعني بتوصيفه كأنه كالذي يعني يضرب الرصاص على قدمي، يقصدون به الآن إسرائيل. أنت الآن لما تعمل هيك أنت ما تحسب أنك أنت عمالك بتنتقم، أنت بتنتقم وعمالك كمان بتشوه حالك من هون لـ200 سنة. إن شاء الله ما بضل عنه 200 سنة. يا رب. إجمالا معاناة الضفة بالفعل قائمة وحقيقية، ونحن نعاني من البؤر الاستيطانية المقامة على الأراضي الفلسطينية. 700 بؤرة استيطانية، كلهم عصابات، كلهم عصابات وعصابات مسلحة. وإحنا للأسف الشديد يعني إحنا هاي مشكلتنا الآن، إحنا مشكلتنا للأسف الشديد أننا عزل حقيقة، عزل. يعني إحنا الآن يعني هم بتسلحوا وإحنا ممنوع علينا التسليح، إحنا حتى ممنوع ندافع عن حالنا. إحنا لما ندافع عن حالنا إحنا كنا خلاص يعني حكمنا حالنا بالإعدام، فلازم ناكل القتل، ولازم الآن ينسرق زيتوننا، ولازم تنسرق أراضينا، ولازم رغم ذلك نضلنا ساكتين وما نحكي ولا كلمة. يعني هذا هو قمة الظلم بالعالم. نعم، قمة الظلم وقمة الحقد والكراهية الممارسة ضد أبناء الشعب الفلسطيني. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أيمن المصري، محاضر في جامعة النجاح الوطنية، وكذلك علق حول ما يحدث من إبادة صامتة وتشريع